وقعت شركة مصدر اتفاقية مع مجموعة بابكو انرجيز التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في المملكة بقدرة تصل إلى 2 جيجا واط وتعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تدخل من خلالها شركة مصدر إلى السوق البحرينية وتسهم هذه المشاريع في تسريع عمليه ازاله الكربون من القطاعات الحيويه، وفتح المجال امام تطوير قطاعات جديده. وتتطلع مملكه البحرين الى خفض الانبعاثات 30% بحلول عام 2035، والوصول الى الحياد المناخي في عام 2060 وفقا لاستراتيجيتها الوطنيه للطاقه.